بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا اتقدم لكم جميعا بالتهنئة باحتفالات اكتوبر، الذكرى 51 لنصر اكتوبر سنة 73. والحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب. وأنا هكون دايما في كلامي معاكم يعني هكون موضوعي وأقول إن الفترة ديت كانت فترة صراع وكانت فترة كراهية شديدة في المنطقة عندنا، وكان الجيش المصري ساعتها في محنة كبيرة، وكان فرق الإمكانيات بين الجيش المصري في معركته اللي هي معركة 73 فرق كبير قوي، ولكن إرادة القتال، إرادة القتال لتحرير الأرض، إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وفي قلب مش بس الجيش المصري، في قلب كل مصري. وحدثت حرب اكتوبر، واللي اكدت فيها ان رغم الفرق الكبير في الامكانيات الا ان النصر ممكن يتحقق بالارادة. المهم في النقطة دي اللي انا عايز اقولها ان بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها، وده امر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية، وما تحقق فيها بيؤكد دلوقتي الآن إن كان سبق للعصر، وتحقق لمصر السلام. وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية. وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أؤكد عليها، إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد. إحنا دايما زي ما اتقال كده من زملائنا اللي تحدثوا قبل مني إن الحرب هي استثناء، الحرب هي استثناء، لكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية. وأتصور إن إحنا خلال 51 سنة دول كان في اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية هي تبنتها وحماية حدودها وأرضها. عشان كده النهاردة بعد المدة الطويلة ديت اللي بتصور ان احنا كلنا المفروض نتوقف جميعا امام الحالة ديت، الحالة المصرية ديت، والقادة اللي كانوا موجودين في الفترة ديت سواء كانوا عندنا او حتى كانوا في اسرائيل. وهو ده اللي خلى انا بقول لو يعني طبعا يمكن كتير من اللي بيسمعوني ما عاشوش، ممكن تقرا عن الموضوع، ممكن تقرا عن الحاله، وده كويس، لكن في فرق انك تقرا عنها وانك تعيشها. لكن اتصور ان اللي احنا بنشوفه دلوقتي من صراع واقتتال وحاله من الغضب والكراهيه كان بشكل او باخر موجود في الوقت ده على مستوى المنطقه بالكامل. ازاي يتجاوز القائد أو القيادة في الوقت ده
في مصر وحتى في إسرائيل، ويتعمل سلام ينهي حالة الحرب ديت. أنا بقول الكلام ده دلوقتي لأنه مهم قوي، لأن احنا يمكن نكون بنشوف أن مصر ليها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله إيه؟ بنقول أن احنا الشعب الفلسطيني من حقه أن هو يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وإحنا أنا أستطيع أن أتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، أنا ممكن أستطيع أن أنا أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول إن الكلام ده بيتقال دلوقتي لأن ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لأن زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم إن اعترافنا ومعرفتنا يتحول إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر. إحنا في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها ديت بنسعى لتحقيق ثلاث أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها إن إحنا 1، إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، والاتنين مليون إنسان دول بقالهم النهاردة سنة تقريبا بيعاني معاناة شديدة جدا، سقط أكتر من 40,000، تلتينهم تقريبا من النساء والأطفال، ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكتر من 100,000 مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين. إذن بنقول إن ده هدفنا وحرصين عليه، وحتى بنقول حتى ما بعد انتهاء الحرب هو الخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع والكراهية. احنا كان لنا تجربة فيها في مصر، تجربة الحقيقة لكن العالم كله يتوقف قدامها دلوقتي لانها حققت اللي ما حققتش الحروب غير خلال 51 سنة اللي بتكلم عليه. لازم دلوقتي اتقدم لكم جميعا بالشكر القوات المسلحة، وأشكركم على الجاهزية اللي انتوا دائما متواجدين فيها، وأشكركم أيضا على وطنيتكم العظيمة، وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لأن احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الاخر ان جناحي الامة في مصر، الشرطة والجيش، تسقط وتسقط الدولة في اقتتال اهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة أو محدودة. وأنا بتصور إن إحنا كلنا، وأنا لما بقول الكلام ده دلوقتي اللي بقوله ده هو عبارة عن تسجيل وتقدير واحترام للدور اللي تم في الوقت ده لحماية الأمن القومي في مصر وحماية الشعب المصري من تداعيات فترة من أصعب الفترات اللي مرت عليها، عقبتها فترة صعبة جدا لفترة محاربة الإرهاب ومكافحته.
وبرضو استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب. والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها. فبرضو مرة تانية بشكركم على الروح وعلى الدماء، وبشكر الشهداء وأسرهم والمصابين اللي سقطوا في هذه المعركة من الدولة المصرية بالكامل. أنا يمكن بكرر الكلام ده، ومهم إن النهاردة أكرره ليكم بالحجم اللي أنا شايفه. صحيح يمكن يعني ده جزء من تشكيلات الجيش الثاني، والقوات المسلحة يعني أكبر من كده بكتير، لكن مهم قوي إن أنا أسجل هنا إن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أبدا أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجية بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إسكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على، لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر. القوات المسلحة ضباط وصف وجنود، هم جزء من المصريين. فمرة تانية أقدر شرف العسكرية المصرية، وأقدر عزة ومكانة العقيدة العسكرية المصرية الحريصة دائما على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر دون يعني شكل من الأشكال. احنا عمرنا ابدا في القوات المسلحه وحتى على مستوى الدوله ما تكلمنا الا بكل كل همنا ان احنا نحارب التخلف والجهل والفقر، مش ان احنا نضيع قدراتنا يعني في 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 ممارسات قد لا تكون عائده بالنفع. مره تانية باكد هنا ان احنا في الدوله المصريه ليست لنا اجنده خفيه ضد احد. كل اللي بنبغيه ان احنا نعيش في سلام على حدودنا، وسواء كان الحدود الشمالية الشرقية ولا الجنوبية ولا الغربية ولا حتى عمق هذه الحدود، عمق الاتجاهات، احنا عايزين نعيش ونتعاون، لان احنا تجربتنا ان التعاون والبناء والتنمية افضل كتير من الصراعات والاقتتال. مش عايز اطول عليكم عشان انا عارف ان انتوا بقالكم يعني عدة ايام للتجهيز لتفتيش الحرب دوت، لكن مش هيفوتني ان انا اشكر مره تانية القياده العامه للقوات المسلحه، واشكر قياده الجيش الثاني والقائد الجيش ممدوح جعفر، واشكر قائد الفرقه على الجهد اللي انا شفته. طاهر اشكرك، وارجو انك تبلغ مره تانية رغم ان انا بقول لهم ده معايا، لكن في لقائك معاهم بلغهم تقديري واحترامي واعتزازي بيهم وبالمستوى اللي انا شفته في الاصطفاف النهاردة. وربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويحمي بلدنا من كل شر وسوء. وطول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة مستعدة مدربة أمينة شريفة مفيش خوف أبدا من حاجة. شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين ومصر بخير، وإن شاء الله خلال الشهور القادمة نتمنى ان احنا نتجاوز المحن والظروف الصعبة اللي بتمر بمنطقتنا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.